صباح الهنا والرزق والسعاده ويوم جديد وعشر صبح في الاهلي. والنهارده بقى يوم مختلف، كريم رجع لنا بالسلامه. صباح الهنا. صباح العسل، عامله ايه؟ كله تمام؟ كله افتقدناك والله. ليكي شوقه والله العظيم. كنت قاعده غلبانه انا كده لوحدي، مش لاقي كريم اتكلم معاه. والله العظيم عايز اقول لك نفس الاحساس لما كنت انت مسافره، نفس القصه بالظبط. بعدين مش لاقيين طرف تاني نتلمض معاه. عارف في مواضيع كده عايزه اخد ودي، مش لاقي حد، فبقى بكلم نفسي، فاهم؟ لا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، صباح الفل عليكي وصباح العسل على كل حضراتكم السيدات والساده مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد وبدايه حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي كالعاده في الجزء الاول منها. هنتكلم النهارده بقى بصفه خاصه طبعا عن المنتخب واللقاء الجزائري، وهنتكلم عن النادي الاهلي، رياضات محليه، رياضات عالميه، اخبار الرياضه، يعني كل ده هيكون في الجزء الاول. الجزء الثاني ان شاء الله هيكون عندنا عدد 2 فقره حواريه. الفقره الاولى هتهم كتير جدا من حضراتكم، حوار طبعا حول يعني موضوع الفتنس بشكل عام. هيكون منورنا في الفقره دي كابتن حسام الفيل، وهو مدرب جيم النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، وهنتكلم معاه كمان عن مشاكل كتير من الناس بتشتكي منها في القسم العلوي او الجزء الاعلى من الجسم، العمود الفقري وعضلات البطن، وحدوته كبيره هنتكلم فيها مع كابتن الفيل. والفقره الثانيه هنتكلم فيها مع الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي حول لقاء اليوم والكثير من الموضوعات الثانيه. عندنا بقى سؤال سوشيال ميديا. أيوة. برضو طبعا بما ان احنا بنتحدث في مباراه في غايه الاهميه، مصر والجزائر، فتوقعاتك لمباراه مصر والجزائر، ومش بس كده، مين هيسجل الاهداف؟ على فكره احنا عايزين نعمل المسابقه بعد كده والاسئله زي كده بجوائز، يعني ما يصحش والله نسال حضراتكم واللي يجاوب صح كمان ما نديهوش جائزه، حتى لو جوائز رمزيه نفكر في القصه دي مع الاداره جداً بس جداً. بجد يتوقعوا لو حد ظبطها يعني بالظبط كمان اللي هيجيب الاهداف، لا ممكن نشوف كده هديه رمزيه فعلا نديها له. نبدا بقى ونتكلم على النهارده، وزي ما كنت بقول لحضراتكم مباراه في غايه الاهميه، بنتكلم مصر والجزائر، وده ناس كتير قوي بتشوفه اول اختبار حقيقي بقى للمنتخب، وكمان في اخر سنتين تقريبا من اخر مباراه خرجنا فيها من كاس الامم في 2019 طبعا امام جنوب افريقيا. الجزائر هتلعب بدون 8 او 10 محترفين يا كريم، زي ما احنا عارفين طبعا من القوامر الاساسي ابرزهم محرز وسليماني وغيرهم، لكن هتظل برضو الجزائر هي الجزائر. يعني البعض يقول لك لا لا على فكره الفريق يعني النهارده ممكن ما يبقاش في قوته المعهوده وغيره، لا بس الجزائر برضو يعني منتخب قوي جدا. هنتكلم كتير عن المباراه، بس خلونا كده ننوه عن حاجه مستغربين منها شويه لما نيجي كده نحلل او نشوف المشهد، يعني ممكن تعمل ازمه كمان بين لاعبي النادي الاهلي الدوليين. بنتكلم خلال المرحله اللي جايه ان احنا عندنا ضغط ماتشات كبير جدا وبشكل غير طبيعي، بنتكلم من دلوقتي حتى لو قسناها يعني بدايه الموسم، واعتقد مستحيل الضغط ده يتحمله اي لاعب، فشيء برضو صعب يا كريم. يعني مش عارفه ليه كل مره بنقول يا رب الموسم الجديد يبقى ما فيهوش ضغط زي الموسم اللي فات، لكن للاسف الشديد يعني الموسم بيجي بالضغط بتاعه ويمكن كمان بيكون اكتر. بصي يمكن ده قدر لعيبه النادي الاهلي، ان هم بحكم يعني ان هم لعيبه في النادي الاهلي، فبطبيعه الحال بيشاركوا في كل البطولات المتوفره والمتاحه الى جانب طبعا مشاركات الكثير منهم مع منتخب مصر. تعالوا نقول يا حضرات ان احنا ان شاء الله باذن الرحمن زي ما كلنا اكيد بنتمنى هنوصل وهنكمل في كاس العرب لغايه لما نوصل للقاء النهائي اللي هيتلعب يوم 18 ديسمبر. طب تعالوا نفكر فيها كده مع بعض بصوت عالي، بعدها بكام يوم؟ يوم 22 ديسمبر ده موعد كاس السوبر الافريقي مع الرجاء المغربي. ما تعرفوش بقى حضراتكم هل الكاف هيغير الميعاد تاني ولا ايه اللي هيحصل؟ ادينا هنستنى ونشوف. على كل الاحوال بعد كده لعيبه النادي الاهلي الدوليين هيرجعوا عشان يلعبوا ماتشات في الدوري، واكيد رابطه الانديه هتاجل ماتش فيوتشر يوم 21 ديسمبر. بعد كده في مطحنه كرويه بالمعنى الحرفي منتظرانا من بدايه 2022. اول حاجه المشاركه في كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر، وبعدين المشاركه مع الاهلي في نهائيات كاس العالم للانديه، ولسه ما لقيناش حل لازمه تضارب المواعيد، وبعدين هنرجع نلعب ماتشات في الدوري مره ثانيه، وبعدين مع المنتخب في شهر مارس طبعا المباراه الفاصله في تصفيات المونديال ذهاب وعوده، وبعدها نرجع نكمل الدوري بالاضافه لدوري ابطال افريقيا. يعني مطحنه فعلا. والحقيقه كراش اعلن بالامس في المؤتمر الصحفي اللي اجراه ان قفشه غير جاهز لمباراه الجزائر بسبب اصابه عضليه خفيفه، وهو قال انه مش عايز يغامر بيه. فهنبتدي بقى نواند نسمع النوع ده من الكلام. ابننا كتير. مش عارفه احد عين ولا ايه، بس ايه اللي حصل؟ يعني مش عارفه
مش عارفه، لكن ان شاء الله يعني الامور تعدي بسلام. وبنتكلم برضو احنا مش عايزين اي غيابات او اي اصابات ابدا يعني، وبالذات لعبتنا الاساسيه حاجه بتبقى مقلقه شويه خلينا نقول. ولكن لو روحنا برضو وقلنا يعني هل منطقي برضو هنرجع نقول تاني ان يكون في هذا الضغط؟ ممكن يكون في لاعب او يعني لاعب كره بيتحمل كل الضغوطات النفسيه والبدنيه اللي احنا بنتكلم عنها، لكن احنا مش عايزين نكون برضو يا كريم اداه الضغط. واكيد برضو في الاول في الاخر مصلحه منتخبنا بتهمنا، لكن عشان برضو نشوف نتائج ايجابيه محتاجين ان احنا نوفر الادوات اللي تساعد على تحقيق ده. ما هو 1+1=2 زي ما بيتقال يعني. فكره هنا تنظيم وقت اللاعبين الدوليين يعني شويه تنسيق اعتقد بسيط حتى ان صح التعبير، كل حاجه ممكن ان هي تبقى مظبوطه مره ثانيه. على كل حال خلينا نقول النهارده ان شاء الله يعني احنا عايزين نتعامل مع مباراه الجزائر، على ان هي واحده من اهم التجارب قبل بقى لما نتكلم عن دخول في منافسات كاس الامم الافريقيه، واحتمال طبعا يعني نقابل المغرب في الدور ربع النهائي زي ما حضراتكم عارفين، والاحتمال الاكبر كمان ان احنا هنقابل المغرب والجزائر في المباراه الفاصله في تصفيات المونديال. عشان كده هنرجع نقول ثاني ان هي فرصة مش هتتعوض للفريق والجهاز الفني، فبالتوفيق ان شاء الله ونيجي بكرة. بس اهم حاجة أيوة. يعني زي ما احنا متعودين بالظبط. صحيح طبعا بنتمنى كل التوفيق للاعيبة المنتخب. طبعا كلنا استمتعنا بعد ما تابعنا اداء رائع امام السودان واهداف ملعوبة، الهدف الاول بتاع احمد رفعت حاجة كده لوز اللوز يا حضرات، وطبعا كل الاهداف حسين فيصل ومحمد شريف، وكلنا كمان شفنا تألق قفشة وزيزو وعمرو السولية. عايزين نستغل الدفعة دي كلها عشان النهاردة إن شاء الله نحقق انتصار يرد لنا كتير من هيبة الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، وكمان يعني بشكل ضمني كده نوصل رسالة للكل إن لعيبتنا على قدر المسؤولية ونقدر نتغلب على الجميع بالتركيز وبالإصرار، وطبعا نقدم أقصى ما لدينا من مهارة وجهد وأداء متميز، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله. تعالى بقى نروح، لان دايما انا بحب اركز مع التصريحات المختلفه للمديرين الفنيين. وهنا لو هنروح لكيراش، هو بيتعامل وقلنا الكلام ده قبل كده بواقعيه شديده قبل اي مباراه، ولما هنا هنتكلم عن كمان الجزائر كان واضح جدا من التصريحات امبارح، يعني خليني اقول لحضراتكم ان هو قال كده تحديدا، قال مصر والجزائر تاهلها لدور الثمانيه، ولكن احنا بندافع عن السمعه وبنريد التعبير عن انفسنا وقدرات اللاعبين، وكل الظروف مهيئه لاستعراض كروي. خلي بالك من حاجه، الجمله اللي هو قالها دي كل الظروف مهيئه دي حاجه يعني هناخدها عليه بعد كده يعني. يعني ده تصريح اكيد في غايه الاهميه، وان هو بيتكلم معنا الكلام برضو يا كريم لو انت فهمت المضمون بتاعه، يقول لك ان احنا جاهزين 100% صح كده؟ طبعا انا فهمت كده. ملعب بنتكلم كمان رائع مع فريقين اكيد مميزين، طاقم تحكيمي عندنا على اعلى مستوى. هو كمان تحدث ان هو اتعامل دائما بمبدا ان المباراه اللي جايه بالنسبه له هي اكثر اهميه، يعني كل مباراه بتتلعب هو بيعتبرها ان هي الاكثر اهميه، وكل المباريات كمان بالنسبه لي يعني تعتبر نهائي. أضاف كمان قال بنتعامل باحترافية مع كل المباريات ولابد أن نؤدي بهذه العقلية. وبرضو اتكلم عن قفشة وقال لدينا مشكلة صغيرة بشأن قفشة ولا يمكن المخاطرة به في مباراة بهذه القوة طالما أنه ليس جاهزا بنسبة 100%، لأن هناك لاعبين آخرين أكثر جاهزية. كمان لو هنروح لمحمد الشناوي، هو اتكلم في المؤتمر الصحفي امبارح عن المباراة النهاردة، وكمان احترام اللاعبين منتخب الجزائر، وقال احنا عينينا على الفوز ببطولة كأس العرب. خلينا نتابع جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل. طبعا المباراة طبعا هتبقى مباراة كبيرة بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر، اكيد طبعا بتبقى مباراة زي انا قلت امبارح بعد الماتش، اول امبارح بعد الماتش قلت انها نهائي مبكر ان شاء الله. يا طبعا هم طبعا زي هم بيحترمونا احنا بنحترمهم، وان شاء الله نعمل مباراه كويسه بكره ونركز على الحاجات التفاصيل اللي الكوتش هيتكلم معانا فيها، وان شاء الله ننفذ زي الماتشين اللي فاتوا بالظبط يعني، وربنا يكرمنا كده ويمعانا التوفيق بكره ان شاء الله. نروح بقى مع حضراتكم للقطه لطيفه جدا ولفته لطيفه جدا فيها يعني سرعة استجابة إنجاز التعبير. امبارح كابتن محمود الخطيب استقبل البطل السباح أحمد طارق طبعا من ذوي الهمم ترحيبا بمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على هامش احتفالية قادرون باختلاف لضمه لقطاع السباحة بالنادي الأهلي. قرر مجلس إدارة النادي منح العضوية الرياضية إلى السباح أحمد طارق وفقا لدعم النادي الأهلي لذوي الهمم، وأيضا تنفيذا لسياسة الدولة في دعم الأبطال البارالمبيين. تعالوا نشوف اللي حصل من خلال هذا التقرير.
الأول بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كده احنا النهاردة سعداء جدا بابننا أحمد، وفي البداية بس أحب أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أمور كثيرة جدا، منها الحقيقة اللي احنا لمسينه يعني اهتمامه بالرياضة والرياضيين، تذليل أي عقبات بالنسبة للرياضة. الأمور اللي فاتت شافت استقرار كبير بالنسبة للرياضة، حاسين في تطور سواء في البنية التحتية سواء في البنية البشرية، كمان في لوائح وبعض القوانين اللي ممكن تدفع الرياضة إن شاء الله لاستثمارات وأمور كثيرة. دلوقتي أحمد ابننا من النهاردة وباعد رياضي في فريق السباحة لذوي الاحتياجات أو ذوي الهمم. أيوة. عندنا نظام لدوت في النادي الأهلي، احنا عندنا مجموعة كبيرة. أيوة طبعا. عندنا أبطال حينافسوا وعندنا أبطال جامدين، يعني خد بالك مش تبقى الدنيا مش تبقى سهلة يعني. يعني جامدين يعني أقدر يعني عليهم بعون الله. كل حاجة بعون الله طبعا. بس كل حاجة بعون الله طبعا يعني طبعا. بس هتخش في منافسة جامدة. منافسة من العيار التقيل بقى. من العيار التقيل طبعا. كنا عملنا بطوله برضو لا عملنا بقى بطوله في النيل نفسها. في النيل نفسها هتقدر تخش دي ولا البطوله دي ولا لا؟ اقدر. ده انا عمري ما سبحتش في النيل قبل كده. ما هو بقى خلي بالك المايه بتاعت النيل هتبقى تقيله شويه. تقيله ده اتقل ما يقدرش حد يعوم فيها. انت بص غدوه الكويسه بتاع الجمبري كل حاجه هتمشي. ايوه. وانت عايز اعرف انا قصه الجمبري دي ايه بس قول لي. أصلا بصراحة يعني حابب المأكولات البحرية وعلى رأسهم يعني الجمبري. هتعزمني؟ إيه المانع برضه حضرتك؟ يعني في يعني في فلوس كده هتعزمني ولا لا؟ يا وفي فلوس يعني ممكن أعزمني. ممكن جمبري إيه؟ بصراحة يعني كفاية اللي أنا دخلت يعني القلعة الحمراء، قلعة الأمجاد والبطولات، قلعة النادي الأهلي، كفاية اللي دخلت بيت النادي الأهلي. الحلو كمان ان يعني فكره هنا ان شاب جميل زي ده لما يبقى قاعد قدام الرئيس ويتكلم ان هو نفسه يبقى في النادي الاهلي، على فكره دي يعني دي مش حاجه صغيره، يعني انت فاهم فكره هنا ان النادي الاهلي الانضمام ليه والتواجد فيه ده حلم لناس كتيره وفئات مختلفه، فحاجه محترمه جدا طبعا. وزي ما انت قلت سرعه الاستجابه والمشهد الجميل والمحترم اللي احنا شفناه، بتهيألي دي كلها فاليوز او يعني زي ما بيتقال كده. طيب معاك. أهلا بيك. كريم كوجو ترجمة فورية. ماشي يا كريم. لا بجد الواحد مبسوط والله جدا جدا ان اللي بيشوف ده داخل النادي اللي هو بينتمي ليه، حقيقي مشاهد محترمة جدا. صحيح. طيب احنا اكيد لسه اخبارنا ما خلصتش، فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم وعودة من جديد مرة ثانية لحلقة النهاردة من 10 الصبح في الاهلي. تعالوا بقى نروح نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفة مع زميلي العزيزة هانا ابو القاسم، هي موجودة حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة. صباح الفل عليك يا هانا، اتفضلي سامعيني. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 11 صباحا والتدريب هيبدأ الساعة 12، طبعا ده ضمن الاستعدادات للمباراة القادمة في السوبر الإفريقي اللي هتكون يوم 22 ديسمبر أمام الرجاء المغربي. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق وإن شاء الله يتوجوا بكاس السوبر زي ما توجوا به في النسخة الماضية. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة الطايرة، وبعد طول انتظار الحقيقة امبارح كانت أول مباريات بطولة الدوري سواء سيدات أو رجال، الحقيقة عملوا أداء كبير جدا في أول المباريات. يعني خلوني أكلم في البداية عن رجال كرة الطايرة، قدروا يفوزوا بنتيجة 3-0 على الإعلاميين، يعني قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 25-16، الشوط الثاني بنتيجة 25-10، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-15. أما عن سيدات كرة الطايرة
قدروا ايضا يفوزوا بنتيجه 3-0 على فريق الزهور، يعني قدروا يحسموا الشوط الاول بنتيجه 25-9، الشوط الثاني بنتيجه 25-15، والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-14 عشان بقى يقتنصوا اول 3 نقاط في بطوله الدوري. النهارده سيدات كره الطايره هيكون عندهم راحه من التدريبات، غدا هيستأنفوا تدريباتهم في تمام 5:30 استعدادا بقى للمباراه القادمه اللي هتكون يوم الجمعه امام فريق دجله في مركز الاولمبي بالمعادي، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا نروح بقى لكرة اليد. النهاردة سيدات كرة اليد هيكون عندهم مباراة أمام فريق الترسانة، المباراة هتكون على صالة الترسانة في تمام 6:00 مساء، يعني خلينا أقول لكم إن دي مباراة مؤجلة من أسبوعين بسبب طبعا كان سوء الأحوال الجوية، لكن خلاص المباراة هتتلعب النهاردة، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني كمان أقول لكم إن سيدات كرة اليد حتى الآن فازوا في جميع المباريات. اما عن رجال كره اليد فهم مستمرين في الراحه السلبيه طبعا بسبب معسكر المنتخب الوطني استعدادا لبطوله كاس الامم الافريقيه 2022، يعني بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكره اليد، وان شاء الله كالعاده يعملوا بطوله كبيره ويرفعوا اسم مصر. خلونا كمان نروح للعبة كرة السلة. النهاردة سيدات كرة السلة هيكون عندهم مباراة أمام فريق 6 أكتوبر، المباراة هتكون هنا على صالة النادي الأهلي في تمام 6:00 مساء ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. كمان رجال كرة السلة النهاردة هيكون عندهم راحة من التدريبات، لكن هيستأنفوا التدريبات غدا في تمام 4:00 عصرا استعدادا أيضا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم الجمعة أمام فريق سبورتينج، المباراة هتكون في تمام 6:00 مساء، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، وده طبعا ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. كمان شباب كرة السلة امبارح قدروا يحققوا فوز صعب الحقيقة على فريق مصر للتأمين بنتيجة 62-61 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، يعني خليني اقول لكم ان المباراة كانت صعبة جدا، كانت فيها كبيرة جدا من الفريقين، انتهت بفرق باسكت واحد، لكن الحقيقة كرة السلة قدروا يحسموا المباراة لصالحهم ويفوزوا في النهاية. اخيرا بقى خلونا نروح للعبة تنس الطاوله، ويعني الفتاه المعجزه زي ما الجمهور بيلقبها هنا جوده قدرت تتاهل لربع النهائي بطوله العالم للناشئين، البطوله بتقام في البرتغال، وتم طبعا تاهلها بعد الفوز على بطله تايوان بنتيجه 4-3، يعني الحقيقه ان هنا جوده دايما بتخلي كل المصريين والاهلاويه فخورين بيها. ان شاء الله كمان اللايفات الجايه في 10 الصبح في الاهلي نكون بنعلن عن تتويجها بالبطوله. يعني دي كانت ابرز اخبار الفرق الرياضيه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. العوده ليكوا يا نهواندو يا كريم مره اخرى في الاستوديو. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم على هذه الشخصيه المتميزه. رائع جدا، واحنا برضو شايفين من عندها ان الاجواء لسه ما ازدحمتش قوي في النادي، بس يعني متوقع شكله مغيم كده فممكن لسه تقلق شويه، بس الجو ابتدى يتحسن في العموم. احنا كنا بنروح دايما بعد الهوا النادي بنحب نقعد، جو جميل جدا ونفطر والناس كلها بتبقى موجوده، بس الصيف كان منعنا لان طبعا الحر كان وقتها بشع. يعني شكرا ليك يا هنا جدا. خلينا بقى ننتقل دلوقتي لجريده البوابه نيوز ومراسلتنا العزيزه نورهان طمان، نتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع محليا وعالميا. يعني نورهان صباح الخير عليكي، وخلينا نعرف منك طبعا منشطات كتيره جدا في غايه الاهميه، يعني سواء الحديث عن كاس العرب والمنتخب وغيره وغيره، سامعينك اتفضلي. يا صباح الخير يا نهواندو، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريده البوابه نيوز زي ما عودناكم هنطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم، واول خبر معانا من موقع البوابه نيوز وطبعا عن المواجهه يعني المرتقبه ما بين منتخب مصر والجزائر. مصر والجزائر مسيرات وارقام قبل المواجهه في كاس العرب. الساعة 9 إن شاء الله النهاردة منتخب مصر هيواجه نظيره وشقيقه الجزائري في طبعا مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس العرب، مباراة يعني الناس كتير جدا بتعتبرها ديربي وهيكون فيها منافسة كبيرة. تقرير البوابة نيوز ذكر يعني تاريخ مواجهات الفريقين وقال إن هما إن دي المواجهة رقم 29 وكانوا اتواجهوا في 28 مناسبة فيما قبل. حقق المنتخب الجزائري الفوز في 11 مواجهة
بينما منتخب مصر حقق الفوز في 8 مواجهات وحسم التعادل يعني 9 مواجهات. كمان خلينا نقول لكم انه في حال التعادل الفريقين يمكن الامر ده ناس كتير سالت عنه انه الفريقين متساويين في العديد من النقاط وطبعا والاهداف هيتم اللجوء لنظام اللعب النظيف او النظيف وهيتم النظر للفريق الاقل حصولا على الكروت سواء الحمراء او الصفراء واذا تم التساوي ايضا هيتم اللجوء لقرعه لكسر التعادل وتحديد المنتخب اللي هيصعد في المركز الاول وتحديد المنتخب اللي هيصعد في المركز الثاني. كل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله في مواجهته النهارده. تاني منشط معانا من موقع اليوم السابع ايضا عن كاس العرب 2021، السعوديه تصطدم بالمغرب والاردن مع فلسطين لحسم التاهل. النهارده اختتم اليوم منافسات الجوله الثالثه زي ما قلنا لكم بدور المجموعات في بطوله كاس العرب اللي بتستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر. السعوديه هتواجه المغرب في لقاء الفرصه الاخيره للسعوديه الساعه 5، والاردن هيواجه منتخب في فلسطين. ايضا منتخب الاردن لو فاز هيتاهل مباشره، اما منتخب فلسطين فهينتظر نتيجه مباراه السعوديه والمغرب. وأخبارنا العالمية من جريدة الشرق الأوسط ودوري أبطال أوروبا النهاردة ومباريات حاسمة، أتلتيكو وبورتو وميلان في سباق على المركز الثاني وقمة بين الريال والإنتر اليوم. بورتو أتلتيكو جميع المباريات النهاردة هتكون الساعة 10، خلينا بس نقول لكم دوت بورتو أتلتيكو إن شاء الله هيلعبوا النهاردة في مجموعة طبعا زي ما احنا عارفين اللي فيها ليفربول تأهل وضمن التأهل، أما ميلان هيواجه ليفربول النهاردة في مباراة تحصيل حاصل. وعلى صعيد ريال مدريد وعشاء المارينجي، ريال مدريد وإنتر ميلان النهاردة أيضا الساعة 10 في صراع حسم المركز الأول والثاني بمجموعة الفريق. التقرير الأخير معانا من جريدة الجمهورية وأرقام قياسية في انتظار النجم المصري محمد صلاح والعنوان أو المانشيت 8 تحديات للفراري. طبعا الفراري ده اللقب المحبب لنجمنا المصري محمد صلاح وطبعا اللي مشرفنا في المحافل الدولية. النهاردة زي ما قلنا لكم ليفربول هيختتم دور المجموعات أو منافسات دور المجموعات في الجولة السادسة والأخيرة أمام يعني طبعا ميلان في الجولة السادسة زي ما قلنا لكم، وليفربول ضمن التأهل. خلينا نعرض لكم الثمان تحديات اللي أمام محمد صلاح النهاردة أو الأرقام القياسية اللي بيطمح ليها نجمنا المصري في مباراة اليوم. محمد صلاح بيتمنى أو بيسعى لتقديم مستويات فنية كبيرة في الفترة اللي جاية للحصول على جوائز عالمية أكبر، وزي ما قلنا لكم يمكن هو عينه على جائزة ذا بيست اللي ترشح ليها في ثلاث مناسبات قبل كده، ويمكن حصل على المركز الثالث في أول مناسبة اترشح ليها في عام 2018. أما تاني تحدي معانا فمحمد صلاح بيرغب في التسجيل مرة أخرى بعد غياب عن المباراة الماضية أمام ويلفر هامبتون. محمد صلاح عودنا أنه بيسجل كل مباراة، ويمكن المباراة اللي فاتت عمل أسيست ولا أروع في فوز فريقه في اللحظات الأخيرة أمام ويلفر هامبتون. أما ثالث تحدي أمام محمد صلاح فهو صراع المنافسة على هداف دوري الأبطال. والتحدي الرابع يسعى محمد صلاح للتسجيل في مباراة الخامسة في البطولة على التوالي. ولازلنا أمام تحديات محمد صلاح، ومحمد صلاح بيطمح في تحسين ترتيبه في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، ويتواجد محمد صلاح في المركز العشرين. رقم 6 أو التحدي السادس لنجمنا المصري أن محمد صلاح يرغب أو في هز شباك ميلان للمرة الثانية على التوالي بعدما سجل في مباراة فوز فريقه طبعا ليفربول واللي انتهت بفوز فريق ليفربول بثلاث أهداف مقابل هدفين في افتتاحية المجموعة. في التحدي السابع يسعى محمد صلاح للتحليق بعيدا في صدارة قائمة هدافي ليفربول بجميع المسابقات حيث أحرز اللاعب 19 هدف في 20 مباراة. أما آخر تحدي لمحمد صلاح معانا فهو يحلم أو بيتمنى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي أمام ميلان في دوري الأبطال. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة البوابة نيوز، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. تغطية رائعة منك يا نورهان، نشكرك جدا، وبنشكر مرة تانية زميلتنا العزيزة نورهان العملية في بيتها.
هنا ما كلهم حبايبنا وكلهم معانا كلهم بالنور. ما رحناش بعيد قبل الفاصل عايزين نفكر حضراتكم مره تانية بسؤال السوشيال ميديا وتوقعاتكم لمباراه مصر والجزائر ومين هو اللي يعني هيحرز الاهداف او هيسجل الاهداف. على فكره بفكركم تاني ممكن نعمل جوائز ممكن نعمل جوائز. وانا قلت اللي عندي اهو. لا لو حد بجد قالها يعني بالاهداف عدد الاهداف وبجد مين هيسجلها انا هطلع من كريم ومني والله حتى يعني ان شاء الله تبقى بس مباراه قويه والسكور يبقى اكيد لصالح مصر ده اهم شيء. نروح فاصل ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل الفقرة الأولى والفتنس بنتكلم تحديدا هنا احنا بنحب كل حلقة يعني نتكلم عن تمرين معين وفئة معينة. النهاردة هنتكلم عن تمارين للجزء العلوي من الجسم وكمان تمارين تقوية العضلات عضلات البطن وده لكل الأعمار. أنا لسه كنت بسأل يعني ضيفنا لنا لكل الأعمار. خلينا نرحب بكابتن حسام الفيل مدرب جيم بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. صباح الفل. صباح الرياضة. صباح الجمال وصباح النشاط والحركة إن شاء الله. صح كده. بس أنا متابعاك طبعا على السوشيال ميديا يعني دي كده عارف اللي هو دفع الواحد بيبقى قاعد مكسل لا نروح بقى الجيم. لا بجد بتفرق ان الواحد يشوف ناس بتتمرن وانت عندك ناس كتير كمان بتتمرنهم واعمار مختلفه معظم الاعمار. دي حاجه حلوه جدا يعني. بس خلينا نتكلم النهارده قبل ما نخش على تحديدا تمرينات البطن خلينا نتكلم في العموم. فكره ان انا اغير المنتاليتي بتاعه الشخص من شخص كسول او حتى مارس رياضه فتره وتوقف لشخص مش قادر يعدي اسبوع غير لما يتمرن 3-4 مرات مثلا فيه. تمام. بص هو في البدايه دايما يعني دايما الناس بتاخد الرياضه دي مش عايزه تاخد الرياضه دي كهدف اللي هي ايه حاجه مؤقته يعني مثلا انا عندي حاجه عايز اعملها كمان شهر شهرين فانا بخلص الموضوع ده وبطل رياضه. لا قبل الصيف لو في انا بحب فرح دايما بحب دايما الرياضه تكون لايف ستايل اللي هي بتكون جزء من يومي يعني. صح. هخصص لنفسي كده حاجه يا ساعه في يومي لازم كل يوم بتمرن الحاجه دي هتساعدني بعد كده. البدايه اهم حاجه يعني ممكن الناس بتبدا بحماس كتير جدا ودي من لاحقها كتير اول اسبوع خلاص وبعد كده بتنتهي. وبصراحه انا من الناس دي يعني مش هكذب عليك انا لما بوصل للشيب اللي انا عايزاه ببطل وبعدين لو حسيت خنت تاني ارجع في زي طبعا نماذج كتيره وده مش صح. بس احنا مش عايزين بقى كده. انا دايما مشجع الناس اللي هي يعني تخلي البدايه بتاعتك ستيب باي ستيب اللي انا ببدا واحده واحده بحيث الحاجه دي تفضل مستمره معايا مدى الحياه. يعني الناس تبدا مثلا اروح الجيم مره في الاسبوع بعد كده مرتين يعني ابداها واحده واحده حتى لو ما قدرتش ان انا اروح من في الجيم ممكن ابدا التمارين عن طريق البيت. كويس جدا. يعني ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي للناس بادوات بسيطه جدا بحاجات كلها متاحه عندك في البيت. طيب حلو قوي. التمارين بتاعت البطن من العضلات اللي انا اعرفها اللي هي ما بتتحركش كتير يعني اللي هي نايمه فاحنا لازم نفوقها. واحنا عندنا في مصر كمان للاسف الشديد الكرش بالذات للرجاله اكتر الحاجات اللي يعني كومن بصراحه. نراجع بقى الثقافة راجع للايف ستايل راجع لحاجات كتيرة جدا. ازاي اغير ده يعني برضو بالراحة علشان الناس مش مرة واحدة يجي شاق. بص هو موضوع الكرش عموما ده يعني احنا لسه في ناس عندها معتقد اللي هو اللي انا بتمرن بطن كتير يعني ممكن اعمل في اليوم 50-60 عدة بطن كل يوم اللي إن الموضوع ده هيطلع هينسف الكرش بتاعي. لا هو اهم حاجة لازم النظام الغذائي. يعني النظام الغذائي ده اهم. انا بقول 80% هو نظامك الغذائي بعد كده تمارين المقاومه بتاعتك اللي انا بقوي المنطقه دي لكن بجانب الاكل وبجانب التمارين وبجانب كمان تمارين الكارديو. يمكن عملناها قبل كده في حلقه اللي هي الهيت كارديو اللي هي الهاي انتنسيتي انترفال تريننج تمارين بيعلي فيها مستوى ايه ضربات القلب بتاعتي. ايوه ده اللي هو بيبقى تسخين قبل حتى التمرين لازم بنعمله بيكون بعد التمرين دايما. فاهم حاجه عندك عشان تقدر تنزل المنطقه دي منطقه البطن. البطن عندنا اي حد منه مننا عنده عضلات بطن بس عليها طبقه من الدهون. عشان اقدر اشيل الطبقه دي كلها محتاجه ان انا امشي على نظام غذائي كويس بجانب التمارين اللي احنا بنعملها. يعني الموضوع لا يخلو من برضو لازم رجيم لازم يعني اهم حاجه لازم اظبط الاكل بتاعي. وكمان في حاجه يمكن كتير الناس مهمله فيها اللي هي منطقه البطن. احنا عندنا منطقه الكور. منطقه الكور مش اللي هي البطن بس. منطقه الكور عندنا بتشمل كل عضلات البطن باللور باك بعضلات الجناب. عندنا المنطقه دي لازم لو هي عندنا بنعتبرها المثبت للجسم كله. لو هي عندنا المنطقه دي قويه فمش هنلاقي عندنا الام في ظهرنا مش هنلاقي عندك الام في الفقرات في الكلام ده كله.
فلازم اقوي المنطقه دي كلها لانها هي المثبت للعمود الفقري بتاعنا والجسم كله. احنا هنمشي واحده واحده عشان الناس يعني ايه ما تتوهش. والفقر دي يمكن مش هقول اكتر للرجاله بس يعني مشكلتها اكتر يمكن الرجال هم اللي بيعانوا منها. فاول حاجه قلنا الرجيم وواحده واحده حتى نبدا عشان ما نكرهش الموضوع ما يبقاش ضغط علينا. خلينا نستمر معاك مدى الحياه على طول. وتمرينات معينه نعملها ده بيبقى للبقر. يوميا حتى في البيت يوميا. ده يوميا. احنا ممكن نقسم التمرينات دي لجزئين. هعمل تمرينات الاول اللي هي منطقه الكور زي ما قلنا منطقه البطن واللور باك. بعد كده نبدا في تمرينات البطن. طب هنبدا دلوقتي نشوف. نبدا نجرب. ماشي يلا. بصوا اول تمرين هنعمله منطقه الكور بيكون بوضعيه الثبات في نفس تمرينه الضغط بس انا بطلع في وضعيه البلانك بوزيشن كده بخلي ايدي تحت كتفي بالظبط رجليا جنبي وبثبت ظهري خالص ظهري مفرود شدد عضلات البطن بتاعتي بحاول اثبت على قد ما اقدر من 30 ثانيه لدقيقه. طب دي سهله جدا صح؟ دي مش سهله دي عشان تقويه الكور. ما قدرتش اعمل ممكن انزل في وضعيه البلانك كده. اوكي نفس النظام برضو كده. ده تمرين عشان منطقه الكور. هعمل تمرين تاني اسمه تمرين الفي هولد. برفع رجليا فوق كده ظهري عايزه مفروض على الاخر كده. طب لو مش قادر انا اعمل نفس الوضعيه دي صعبه بقى ممكن اتني ركبتي سنه بسيطه بس دايما محافظ على وضعيه الظهر بتاعتي وباصص لقدام وشادد عضلات الايه البطن بتاعتي. والنفس دايما في اخطاء كتير ناس بتقع فيها اللي هي طريقه النفس. لازم دايما بتنفس لان انا ما بكتمش نفسي وانا بتمرن. طب مش قادر انا اعمل في نفس الوضعيه دي ممكن اسند كمان بايدي كده فسهلتها بقى. انا عملتها بثلاث مراحل. أوكي. اول واحده لو حد ادفانسد بيقدر يعملها كده. حد مش قادر ممكن ينزل ركبته كده وظهره مفرود. مش قادر على الاخر لو حد لسه مبتدئ بيخلي ايده ايه جنبه كده. تالي مفيش اسهل من التمرينات دي. ولا بنتحرك ولا بنعمل حاجه. احنا ثلاث تمارين كده احنا عملنا بس بتفرق صح كده. دي للكوره. هنبدا بقى تمرينات للبطن. احنا عارفين اهم حاجه يعني اي تمرين احنا بنشتغله للبطن عموما هو بيشغل اجزاء البطن كلها. يعني بس عشان لو عايزين مثلا نركز على جزء مثلا زي اللور ابس فبنزل على ظهري بضم رجليا كده ببدا اسحب رجلي على بطني. رجلي تبقى مقفوله رجليا مضمومه. مضمومه ايوه. بسحب ركبتي على ايه؟ على بطني. بس أوكي. مش عايز انزل برجليا تحت يعني ما اخليش رجليا تلمس الارض. ممكن نعد 10 عدات. 1 2 تمام. وممكن نفردها ونطلع وننزل. اعمل تمرين الليج ريزز. انا بعملها في الجيم. لو قدرنا هنطلع كده بالظبط وانزل بس برضو مش عايز رجليا تلمس الارض وبرضو شغال والنفس بتاعي شغال وتاكد ان الظهر كله سبورت على الارض موازي الارض. رجلي وانا برفعها بتبقى مضمومه برضو. مضمومه للجنب ومفروده. اوكي وظهري كله مفروض على الارض. هندخل تمام. تمرين تاني لعضلات الجانبيه بقى وده برضو هعمله للناس اللي هي بتقدر تعمل التمرين ده بالوضعيه دي. سايد بلانك رجليا مفروده كده. هحس ان جسمي كله على خط واحد. كوعي تحت كتفي بالظبط ظهري كله مفروض حاطط ايدي هنا. طب لو انا مش قادر اثبت بنفس الوضعيه دي ممكن اعملها للناس واحد مبتدئ بضم رجلي كده وابدا اطلع واثبت كده. احاول كل فتره اللي انا ازود في عدد الايه الثواني يعني بتاعتي دقيقه ثواني. يعني في البدايه لو حد لسه مبتدئ هو مش هيقدر يكمل دقيقه فانا دايما مثلا ببدا ب 20 ثانيه بعد كده ازود شويه كمان. عندي تمرين كمان هيل تيب. بخلي رجليا تحت هنا تحت ركبتي ببدا اطلع اعمل تاتش يمين. ده بقى للويست. ده بيعمل ويست حلو ده عشان عضلات الاوبليكس عضلات الجوانب. ببدا المس يمين وشمال. ممكن اعملها بتكرارات بالعدد ممكن اعملها برضو لمده 30 ثانيه شغال كده. اعمل من مجموعتين لثلاث مجموعات. كويس جدا ودايما محافظ على الايه النفس بتاعي. انا عايز اسالك على حاجه كابتن حسام لان في اوقات بيحذرونا جدا المدربين من الموضوع ده. يقول لك لو انت بتعمل تمرين في البيت وعملته غلط انت ممكن تاذي نفسك بشكل خطير جدا. ودي من بنصح الناس بقى لو هتتمرن في البيت ان هي دايما تبقى حاطه قدامها فيديو اونلاين او حاجه كده صح. لو انت ما بتعملش التمارين دي مع مدرب اللي هو بيكون شايفك وانت شغال التمرين صح بالاداء صح ممكن تتفرج على دلوقتي السوشيال ميديا موجود عليها حاجات كتير بس تاكد اللي انا بتفرج عليه ده حد بيعمل الايه البوزيشن صح عشان ايه ما اعرضش نفسي لاي اصابه. كويس جدا. ايه تاني؟ ده كده التمرينات دي كفايه ولا هنكمل؟ هنزود عليها كمان.
هطلع بركبتي فوق كده ايوه واثبتها واحاول اطلع المس كعب رجلي. برضه لو تلاحظ دايما انا بخلي راسي كاني ببص على حاجه فوق عشان ما اعرضش فقرات الرقبه بتاعتي لاي اصابه. واعد برضه بس دي صعبه 10 عدات دي صعبه على فكره. ممكن انزلها كده صعبه مش سهله. مفيش مشكله ممكن انزل ركبتي كده وابدا اطلع بس كده سنه بسيطه ماشي دي كرانشز بس كده وانا ايديا على ركبتي واعد برضه 15 عده. هناخد تمرين كمان للأوبليكس لو مش قادر اعمل نفس الحركه دي اللي هو السايد كرون. بعمل تاتش يمين تاتش شمال وضهري مفرود. طب لو مش قادر وانا رافع رجليا كده ممكن اخلي رجليا على الارض والمس مره يمين. طب كويس كل حاجه ليها حل. مره شمال. فانت عندنا لكل المبتدئ واللي بيقدر يعمل التمرين. حلو بكذا والاعمار وبعيد. المختلفه زي ما احنا قلنا مش لكل الاعمار. فانت قدامك بعمل التمرين باللي هي الناس اللي لسه مبتدئه اللي مش قادره تعمل تمرين والناس اللي هي بتعمل تمرين. طب انا عندي سؤال لو حد مش مبتدئ حد اوريدي يعني قاطع ليفل كويس ممكن ان هو يبتدي يلعب ويت حتى في البيت ابتدي اجيب حاجه اعمل بيها يعني للجسم كله ولا التمرينات اللي انا بعملها في البيت عاده؟ مفيش مشكله خلاص احنا ممكن نبدا زي ما كنا بنعمل ايام الكورونا اللي احنا كنا بنتمرن بحاجات بسيطه بازايز ميه اي حاجه متاحه عندك في البيت. لكن لو متاحه عندك دامبلز ممكن نشتغل بيها وزي ما احنا هنشتغل برضو دلوقتي حاجات لايه للجزء اللي فوق. طيب يمكن ماشي. حاجات كتير من ضمن كمان البنات بتشتكي منها موضوع الترهلات اللي بتكون في منطقه حتى لو رفيعين تلاقي بنت الدرق. رفيعه وعندها غريبه جدا. فاحنا هنبص اصلا المشكله دي من الاول هنلاقي فيه ثلاث حاجات يا اما دايما احنا بننزل بالوزن بسرعه فبيحصل لي ترهلات في المنطقه دي يا اما انا عندي برضو ما بكونش عنديش كتله عضليه في المنطقه دي فدايما بايه فده لازم اتمرن بويت بقى او لازم اتمرن بوزن عشان اقدر اقوي المنطقه دي كلها وما يحصلش عندي اي شد او اي ترهلات. فبنبدا مع بعض التمارين للجزء ده يا فندم ابدا يا فندم. بص احنا هنقسم الجزء بتاعنا الابر بودي هنقسمه للعضلات التشيست وعضلات الباك وعضلات الشولدر وعضلات الدراع. فهنبدا اول حاجه بالتشيست. تشيست واحنا على الماتس هنا او التمرين معايا اي وزن متاح عندك في البيت ممكن تستخدمه. ده كامل لحضرتك ماسكه ده 2 كيلو. 2 كيلو اوكي. كل واحد على حسب الوزن اللي هو هيعمل. لو حد لسه مبتدئ بيشتغل باقل من كده. هبدا تمرين دمبل تشيست بريس. عايز كوعي دايما في جنبي هنا وابدا ازق الدمبلز كان الدمبلز هيلمس بعضه فوق. واخد نفس وانا بنزل ودايما بقول ركز على النفس وانت بتتمرن وانا بدفع فوق بطلع النفس. وبالراحه النفس يبقى بالراحه والحركه كمان بتاعتي الاداء بتاعي لو حضرتك تلاحظي انا دايما بنزل بالراحه. وما بعملش لوك لايه لمفصل الكوع فوق. اوكي يعني أوكي. في اي تمرين انا بشتغله ما بخليش مفصل الكوع لان الحاجات دي من بعد كده على اللونج تيرم هي اللي بتسبب لي خشونه في المفاصل بتاعتي اللي انا بلوك لاي حاجه. انا لازم ايدي تلمس الارض وبالراحه بطلع هنا وده بيكون احسن للواحد مبتدئ لسه اول مره يعمل التمرين ده عشان ما بينزلش كتفه اكتر من 90 درجه. ببدا ازق لفوق ممكن اعد 10 عدات ده اول وبس تمرين بس 10 عدات في 4 سيتس مثلا او 3 عدات لو حد لسه مبتدئ كده سيت واحده يعني ماشي في من مجموعه لايه لثالث مجموعات. هندخل كمان تمرين لعضلات التشيست هعمل فلاي معاها ايه دمبل بريس. ببدا انزل بلمس الارض ولا مش لازم بفرد كوعي جنب جسمي اهو وازق فوق بطلع النفس برده فوق باخد نفس وانا بنزل بطلع النفس فوق 3 4 ممكن ازود معاه بقى حركه وانا بعمل فلاي كده هبدا اعمل دمبل بريس لفوق بدخل تمرين تاني معاه لعضلات التشيست برده نفس النظام كده لفوق. بس التمرينات دي بالليفل ده ما ينفعش استمر عليها كتير يعني لازم كل فتره يعني دي معلومه بس عايز اقولها لبعض الناس ان كل فتره لازم ازود ما ينفعش ان انا حد يقول خلاص هي دي التمرينات اللي انا هعملها لمده سنه. لا هي بعد فتره مش هتاثر مش هيبقى ليها اي تاثير يعني الجسم بتاعنا لازم دايما بحط عليه لود عشان ايه ما يبقاش ثابت على حاجه معينه. بالظبط. هندخل بقى حاجه ثانيه للظهر بقى دايما وانا بعمل اي تمرين بكون واقف فيه دايما بتني ركبتي سنه بسيطه عشان أوكي. اشيل الحمل من على اللور باك بتني الركبه سنه بسيطه وبنزل بظهري قدام ظهري كله مفرود ايدي جنبي هنا ببدا اسحب كوعي
لفوق بعمل دمبل رو، دي بيشغل لي عضلات الظهر بتاعتي. اوكي ممكن اعد 10 عدات، 1 2 3. دايما اركز اللي ظهري يكون مفرود. الاثنين مع بعض ولا اعمل يمين وبعدين شمال وبعدين الاثنين؟ عايز اشتغل بدراع واحد ممكن يعني اعمل هولد، اعمل هولد يعني للدراع اليمين وببدا اطلع. اوكي 10 عدات خلصنا الناحيه دي. ايوه اشتغل الجنب الثاني برضو مفيش مشكله، ممكن اشتغلها بدراع واحد بس دايما عايز ظهري برضو نفس النظام مفروض كده. ببدا اسحب في الجيم الماشين بتاعت التمرين ده بنبقى قاعدين ماشين رؤى وبيبقى قاعد. بس لو مش متاح، احنا بنقول الحاجات دي لو مش متاحه عندك في الجيم وانت بتتمرن في البيت ممكن تعمل نفس الاداء بالطريقه دي. حلو. طب انا هسالك شويه اسئله برضو واحنا بنتمرن. فكره الميه يعني واحنا بنتمرن احنا ممكن نشرب ازازه كامله لتر يعني. تمام. فده عادي صح كده؟ ما في بص الميه اكتر. انا سمعت ان لا او مش شرط او غلط ولازم مش يعني الميه دي جزء اساسي يعني 60% دايما موجوده من جسمنا يعني. بيكون في الميه والعضلات. وكل ما عندنا يعني دايما الناس اللي بيكون عندها مشاكل في زياده الوزن بيكون اللي هو كمان عشان يقدر يساعد في نزول الوزن اسرع احنا بنقول اشرب ميه كتير في يومك. حتى وانا بعمل تمرينات بطن اشرب ميه عادي ما حدش اشرب ميه. بس يعني طول ما انا مش اللي هو كل شويه اشرب ميه، لا انا فكره مثلا خلصت تمرين وحاسس ان انا لا عايز اشرب ميه، لا اشرب ميه عادي مش مشكله. مش بكتر الميه كويس قوي. اوكي بس نقدر نشرب ميه على مدار اليوم، ده اهم حاجه دايما بنصح بيها. ماشي. في بدائل ممكن نقولها كمان للناس اللي هي مش بتقدر، لان في ناس كتير في الوقت اللي احنا فيه الشتاء ده ممكن يقول لك انا مش بقدر اشرب ميه، ممكن اشرب ازازه ميه في اليوم بس. انا اعرف ناس كابتن حسام ما بيحبوش الميه بجد، فاحنا نقول لهم بقى انا ممكن اقول لهم على كام طريقه كده ممكن يزود بيها. يا ريت. طب واحنا بنتمرن برضو ممكن اقول لهم عليه. نعمل اخر تمرين وبعدين تقعد بقى عشان الوقت بيجري. خلاص تمام. نتكلم في الحاجات. طب نخلي تمرين بقى للترايسبس عشان زي ما قلنا للناس اللي بيكون عندها ترهلات في الترايسبس. هنزل على ظهري بخلي ايدي ورا هنا ترايسبس اكستنشن، ببدا ازق بايدي لفوق 1 2 محافظ دايما على كوعي ثابت 3 4 5. ممكن اعمل واحد تاني ان انا بعمل كده بقعد اعمل كده ممكن واحنا قاعدين من على الكرسي. انا بعملها في الجيم دي ممكن اشتغلها من على الكرسي عادي. دي بتبقى برضو كويسه بتهيألي. دي كويسه برضو. ممكن كمان تمرين واحنا هنا تمرين الدبس برضو، لو هنا ايدي كده بخلي جسمي تحت يعني كوعي تحت جسمي هنا على طول ببدا انزل مكاني. عايز اصعب التمرين ممكن برفع كعب رجلي سنه بنزل، عايز اصعبه اكتر لقدام كده. يعني كذا وضعيه لحد يتزحلق في البيت تبقى مشكله. كذا وضعيه اقدر اعمل بيها التمرين. طيب بالنسبه للاكل دلوقتي برضو علشان المعلومات تبقى واضحه، انا باكل قبل الجيم مش الوجبه الاساسيه، انا باكل وجبه سناك ولو فيها موز او مثلا قهوه يبقى كويس جدا. بعد الجيم بقد ايه بتغدى بقى او بتعشى؟ بصي لو انا بخلص جيم يعني ممكن في من 30 ل 40 دقيقه اقدر اخد الوجبه بتاعتي. بعد 30 او 40 دقيقه وجبه تكون متكامله فيها بروتين فيها كارب فيها ايه دهون صحيه. برضو عشان ما ننساش الحته اللي احنا كنا عايزين نقولها موضوع المايه، الناس اللي هي مش بتقدر تشرب مايه في الشتاء ده ممكن ندخل كذا طريقه ممكن نعملها في يومنا. اللي احنا ممكن في ازازه المايه بتاعتك وانت رايح الشغل ممكن تضيف عليها اي فواكه، ممكن انزل اي ابلكيشن اللي هو بينبهني كل مثلا نص ساعه ان انا اشرب مايه. يعني المايه على ليمون مش مفيده جدا؟ انا يعني انا شفت الموضوع ده قريت عنه يعني. مفيده لايه؟ لا لحرق الدهون. بص هو مفيش حاجه اسمها يعني الحاجات اللي هي الخلاطات بتساعد على الميتابوليزم، الخلاطات والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي هي مالهاش اي علاقه خالص بموضوع يعني حرق الدهون. يعني الموضوع طلع اي كلام. اللي انا ممكن اخد زبادي بليمون قبل ما انام والكلام ده كله ولا لي اي علاقه بال اهم حاجه تبقى ماشي على نظامك الغذائي، نظام غذائي صحي مع التمرينات المقاومه اللي انت بتعملها، ده هتقدر تنزل دهون الجسم بتاعتك. طيب ده كلام حلو جدا. خلينا كمان نختم بفكره ان الموضوع عايز استمراريه، وما ينفعش انا مثلا رحت الجيم شهر لقيت نفسي ان انا لسه مش باين عليا فاحبط، او رحت الجيم شهر لقيت نفسي باين عليا زي حالاتي فاقول خلاص كفايه كده. ده غلط وده غلط، لازم استمراريه. اخليه لايف ستايل في حياتي. عشان ياخد لايف ستايل يعني مش اقل من شهر مواظبه صح؟ لازم مواظبه، ودايما ما تدخلش باللي هو الحماس اللي في الاول ده عشان ما اريحش بعد كده. صح. يعني اخد الموضوع واحده واحده عشان يفضل مستمر معايا على طول. كابتن حسام نورتنا وتمرينات بجد جميله، ولسه احنا كل فتره حضرتك هتنورنا ان شاء الله. اكيد طبعا. فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا احنا عندنا النهارده مواجهه قويه جدا امام الجزائر في كاس العرب على صداره المجموعه. هنتكلم عن الموضوع ده وبالتفصيل وباستفاضه، هنتكلم عن الرؤيه الفنيه للمباريات اللي فاتت والاداء والنتائج، هنتكلم عن ضغوط لاعبي النادي الاهلي الدوليين، الى جانب طبعا التصويت على جائزه الافضل في العالم. كل الملفات دي هنفتحها مع استاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي اللي مشرفنا بوجوده معانا النهارده. صباح الفل عليك. صباح الفل والله على حضرتك، بنسعد جدا بوجودك، شخصيه جميله بجد حتى على المستوى الشخصي جدا. وكريم قال ملفات كتيره، بس انا عايز ابدا بجائزه الافضل. واختيار حضرتك طبعا يعني دي حاجه مشرفه جدا ضمن يعني لجنه التحكيم، وعايزين نعرف بقى اكتر واليات كمان الاختيار. طبعا انا اتفاجئت بالاتحاد الدولي لكره القدم ان هو اختارني للتصويت على جائزه الافضل. طبعا جائزه الافضل دي بتشمل احسن لاعب، احسن لاعيبه، احسن مدرب، احسن مدربه، احسن حارس مرمى، احسن حارس مرمى على مستوى العالم يعني. على مستوى العالم يعني رجال وسيدات. تمام. وطبعا الجمهور اللعب النظيف، وطبعا فكان مفاجاه جدا كبيره ليا واسعدتني شخصيا. يعني ده يعني بيقولوا اشمعنى فلان، يعني هو طبعا في ملف كل صحفي له ملف عند الفيفا. أكيد. يعني مسجل خطر بقى ومسجل يعني انا شاركت في ثلاث بطولات كاس عالم، خمس بطولات كاس عالم الانديه، بجانب ست دورات اولمبيه، فيعني في رصيد عند الفيفا معروف يعني. ففوجئت باختيارهم ليا، وربما يكون في هناك اخرين، بس اللي جالي انا شخصيا وقمت بالاختيارات ورصدتها على قدر ما استطيع. طبعا على راسها نجمنا محمد صلاح، طبعا شيء شرفنا وان شاء الله ياخذها كاحسن لاعب السنه دي. دي مسابقه الاستفتاء الافضل ده بيشارك فيه حوالي بجانب الجمهور، في تصويت من الجمهور، في تصويت من المديرين الفنيين للمنتخبات في العالم كله، في حوالي 200 صحفي حول العالم. فطبعا بياخدوا نسب 25% 25% 25% كويس كده، وعشان يكون هناك عدل شويه يعني. كأس الكرة الذهبية دايما عليها لغط وكلام كتير. ده خلينا بقى نستغل الفرصة ان حضرتك خلاص طرف رئيسي في الاستفتاء ده، الاستفتاء الافضل على مستوى العالم. فبرضه ممكن حضرتك تنقل لنا الصورة، لان فعلا دايما في جوائز كتير لما تكون نتائجها النهائية مش على هوانا كمصريين وعرب، يقول لك يا عم لا الموضوع ده مش كويس. لا بس والله يا كريم اقول لك على حاجة، فعلا الكرة الذهبية دي تحديدا حتى ميسي يعني اتقال ان هو ما كانش مصدق ان هو هياخدها. يعني الكرة الذهبية داخل فيها رعاة كتير. داخل فيها الكرة الذهبية داخل فيها رعاة كتير. لكن الاستفتاء، الاستفتاء ده نسب تصويت يعني جمهور. لا انا قصدي اقول لحضرتك المصداقيه متحققه فعلا الى حد كبير جدا. نسب يعني نسب التصويت 25% 25%، ما فيش حاجه هتيجي على حاجه على حساب حاجه ثانيه. يعني الجمهور، الاعلاميين والصحفيين، المدربين الفنيين، بعض قاده المنتخبات كمان بيشاركوا في الاستفتاء ده. فالمساله يعني ايه، مش واخده اتجاه واحد. الرعاه بيتحكموا، انا رايي الشخصي ان الرعاه بيتحكموا في الكره الذهبيه لحد كبير، لان دي كيان خاص جدا. وبينما الفيفا طبعا له ربما برضه في رعاه، طبعا اكيد في رعاه للاستفتاء، بس اللي فيه موضوعيه اكثر يعني. فان شاء الله يعني نامل ان نجمنا محمد صلاح ياخد حقه، وده حق متأخر جدا، وانا شايف ان هو مستحق. وطبعا رغم ان في يعني مواهب ومتميزين كتير جدا. طبعا انا عايز اقول بذكر الساده مشاهدينا ان الجائزه احسن لاعب واحسن لاعيبه، احسن مدرب واحسن مدربه، احسن حارس واحسن حارسه، احسن حارس واحسن حارسه. في جائزة اللعب النظيف دي بيختارها خبراء من الفيفا مخصوصين يعني. طبعا احسن هدف. في احسن مدير فني كمان؟ لا ما فيش احسن مدير فني، ما فيش احسن مدير. لا في كوتش، احسن كوتش تمام موجودة. فطبعا جائزة اللعب النظيف بيختارها الاتحاد الدولي بمجموعة خبراء، لأن طبعا بيدعم الفير بلاي لحد كبير.
ودي جايزة إن شاء الله يوم الحفلة يوم 17 يناير وهنشوفها كلنا، ونتمنى أن يكون سعادتنا كبيرة جدا بوجود محمد صلاح فيها إن شاء الله بإذن الله. أستاذ سامي نروح بقى لنا يعني النهاردة والجزائر، ولما يجي نتكلم طب ليه ضحكت ده انا لسه ما سالتش السؤال. لا 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 صعب، احنا عندنا ملفات كتير. لا نخش بقى على النهارده لان مباراه مهمه، وفي فكره برضو انا مش عارفه سببها ايه، فكره تصدير الخوف قوي من المباراه النهارده. احنا بنتكلم في 8 او 9 لعيبه يعني دوليه في الجزائر مش هتكون موجوده، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا كمصر برضو انا المفروض اكون مستعده جدا، وعندي كيراش تصريحاته مطمئنه الى حد كبير جدا، ادائي لو قارنت بلبنان مثلا والسودان هل ده يخليني استشف اللي جاي عامل ازاي ولا مربوطش؟ يعني خلينا نفهم من حضرتك. لا هو طبعا يعني القلق ملوش مبرر على الاطلاق. يعني احنا طبعا في مرحله دور المجموعات وتاهلنا مع الجزائر، والجزائر فريق محترم وبطل افريقيا وله ثقل يعني لحد كبير، فطبعا احنا كمان يعني لازم نكون عندنا ثقة في أنفسنا كافية يعني، وده اللي أنا حاسه في التوقيت الحالي. يعني كروش وضع كل لعيبة منتخب مصر في تحدي مع أنفسهم، كل لعيب النهاردة بصراحة فعلا بيتحدى نفسه. أنت يعني مالكش مكان ثابت، يعني مفيش مكان ثابت ليك يا فلان، تواصل التحدي مع نفسك وافرض نفسك ودي فرقتك هتشوف انت لان جمهورك جمهور منتخب مصر هو اللي بيقيم في الاخر، يعني مع احترام الاعلام طبعا هو التقييم من الجمهور، راضي عن المنتخب ولا مش راضي، راضي عن لعيب فلان ولا مش راضي. فطبعا اللي احنا شايفينه في الفتره القصيره اللي مسكها كروش بيقدم لنا عناصر جديده، ده شيء جيد جدا. يعني ان انا النهارده يبقى عندي زخم من اللاعبين الجاهزين لمنتخب مصر ده شيء مميز، لان طبعا الفتره الجايه مشحونه بالالتزامات الدوليه. بس اللي حضرتك بتقوله ده برضو ما منعش ان في جانب كبير من الجماهير شايفه ان في تذبذب ملحوظ في الاداء بين مباراه والثانيه. يعني سيبنا من اول كام لقاء، كمان تعالى نتكلم في اخر لقاءين، في ناس شافت ان اللقاء اللي جمع بين منتخب مصر ولبنان كان ادائنا فيه غير جيد وكان الفوز فيه متحقق بصعوبه بالغه، في حين ان اللقاء اللي بعديه على طول مع السودان شفنا اداء 10 على 10 وشفنا اهداف البعض منها عالمي. فالتذبذب ده ايه مرجعيته؟ انا شايف ان مباراه مصر ولبنان اصعب من مباراه مصر والسودان. ما اكيد بكتير، لان منتخب لبنان رغم ظروف البلد الشقيق يعني ودورياته مش منتظمه وعندوش محترفين كتير، لما لعبوا بخطة دفاعية صلبة جدا وده يعني عطل مسألة التهديف. احنا صحيح فوزنا بضرب الجزاء بس اتيحت لنا فرص، وانا شايف ان الإصرار على الفوز كان موجود من اول دقيقة لاخر دقيقة، كان موجود يعني الفرص موجودة، الجدية موجودة، صحوة اللاعبين في الكرات المرتدة للمنتخب لبنان كانت موجودة، تقريبا الشناوي لم يختبر نهائيا. فانا يعني التذبذب ده ربما نتيجه قله التجمع، يعني احنا مشينا من هنا على ماتش لبنان على طول، منتخبنا يعني مشي من مصر على منتخب على البطوله مباشره بفارق زمن قليل، فدي هتيجي يعني التجانس ده والايجابيه اعلى من كده. فيعني شفنا في ماتش السودان اضيف لحضرتك ان الرغبه في التهديف عاليه جدا. صحيح. وزور اكثر من هداف دي ايجابيه، حتى كواليتي الاهداف نفسها حلوه، هدف بالذات الهدف الاول لا اهداف جميله جدا، والاصرار على ان انت تواصل التهديف مش واحد واثنين وثلاثه، لا انت بتواصل التهديف لان عندك فرصه ان انت تبدع. فطبعا كل المستثمر ده من الماتشين الاولين هنشوفه في ماتش الجزائر النهارده ان شاء الله، ونتمنى ان احنا يعني نكون على مستوى اللقاء، لان طبعا احنا بنتكلم على بطوله على فكره، احنا ما بنتكلمش على ماتش، فبنتكلم على بطوله احنا مستهدفين البطوله، ده يعني لازم ما نقلش من انفسنا ونذكر انفسنا ان هذا الجيل او معظمه كان من سنتين في كاس الامم الافريقيه في مصر وما يعني احبطنا الى حد كبير. صحيح. ده فرصتهم لرد الاعتبار، وقبل ما يروحوا الكاميرون ويشاركوا
في كاس الامم الافريقيه الجايه وينافس على اللقب. فاحنا مطالبين ان لعيبتنا مطالبه ان هي تدي كل اللي عندها في ماتش النهارده كعنوان مبدئي، انا بطل، انا بطل في كاس العرب. فيعني طبعا منتخب الجزائري منتخب محترم جدا وقوي جدا، اذا كان زي ما تقول نواند بعض المحترفين وغايبين، احنا برضه عندنا بقى محترفين غايبين، ففرصه ان احنا عندنا ضغط كمان على اللعيبه الدوليه بتاعتنا بشكل كبير جدا. كانوا قلنا الكلام ده في الانترو يعني. في ضغط على اللعيبه يعني كبير، يعني اللعيبه مش واخده يعني نفسها يعني بالظبط والله، يعني لعيبتنا مش واخده نفسها ولعيبه الاهلي بشكل خاص. أيوة. يعني السنه يعني الثانيه على التوالي احنا بنقول نفس الكلام ازاي، يعني لعيبه الاهلي بشكل خاص يعني هيطلعوا من كاس الامم الافريقيه يخشوا كاس العالم الانديه، يعني عفوا من كاس العرب كاس العالم الانديه كاس افريقيا، ف دوري ربنا ودوري طبعا. الدوري النهارده السنه دي يعني له اهميه كبيره جدا بعد فقد اللقب الموسم اللي فات طبعا. فطبعا هو بطوله طويله النفس، انما ان شاء الله الاهلي بطل الدوري ان شاء الله. طب لو هنروح لبرده قصه قفشه سريعا، يعني انا عايزه برده تعليق من حضرتك. والمؤتمر الصحفي بالامس كيروش اعلن ان عدم جاهزيه قفشه وعايزه يبقى جاهز 100% خوفا عليه، وده مقبول جدا ومشروع. برده بتشوف ده كانت خطوه سليمه من وجهه نظرك ام لا؟ كان المفروض ان هو يعني يشارك في مباراه الجزائر لان هي في غايه الاهميه برده الى حد كبير، يعني هيحسم عليها امور ثانيه. هو ربما كيروش بيفكر ما بعد مباراه الجزائر، يعني انا هخش واطلع من الجزائر ربما اقابل المغرب، ما هي عشان ربما هي دي النقطه، ربما اقابل المغرب او الاردن. وجود قفشة في حاله جاهزيه سليمه مهم جدا، لان انا عايز اللقب مش عايز اعدي الجزائر. طب انا معديت وخلاص، فيعني الجزائر مش هي البطوله بتاعتي انا، البطوله لسه قدامها تحديات قويه. فبالتالي يعني راحت قفشة او اي لعيب اخر مهمة، يعني ما غامرش بيه أخسره فيما تبقى من جولات البطولة وفيما هو قادم للأهلي. يعني دي أمانة المدير الفني المنتخب إنه يكون أمين على اللعيب أكثر من التفكير في النتيجة نفسها. إيه الفايدة إن أنا أشركه نص ساعة وقدر الله يجيله إصابة صعبة شوية تحرمه من جولات جاية؟ لا. ف يعني وجود قفشة او عدم وجوده، يعني انا اتصور ان ده فرصه للاعبين اخرين ان هم يقدموا ما عندهم في التحدي الكبير ده. احنا من كل ماتش في بطوله كاس العرب انا شايفه بيجيب لنا عناصر جديده نفرح بيها بصراحه. أكيد. يعني اكيد، وده حصل بشكل واضح كمان في ماتش السودان الحقيقه بصراحه. ماتش السودان، هل حضرتك من الناس اللي شايفه ان البطوله دي كاس العرب تعتبر هي يعني بشكل مجازي اخر بروفه رسميه ان من خلالها منتخبنا يقدر يقدم اوراق اعتماده انجاز التعبير، يعني قبل بقى طبعا امم افريقيا وقبل اللقاء طبعاً الفاصل والمباراه الفاصله المؤهله للمونديال؟ طبعا طبعا، لان دي طبعا هي فعلا فرصه لكل واحد يقدم مؤهلاته. وانا قلت في بدايه الكلام ان كل لاعب دلوقتي في تحدي مع نفسه، لانه قريب جدا في كاس امم افريقيا، وهيكون في صلاح وهيكون في تريزيجيه ان شاء الله. تريزيجيه على فكره لعب امبارح وجاب جول، لاني مرموش، يعني في خمسه سته من العناصر المحترفه اللي احنا منتظرينها ان هي تكون داعم كبير للمنتخب. وكل لعيب النهارده بيحاول يحجز لنفسه مكان قبل كاس الامم الافريقيه، مش بس كاس العرب طبعا. وشكرا، لا يعني بيحاول يكون له مكان جيد، وده شرف طبعا ان هو يشارك في كاس الامم الافريقيه. دي بطوله قاريه كبيره، فكل في تحدي مع نفسه حاليا وعلى رسول كروش نفسه اكيد طبعا. يعني كان كروش بيلعب بكل الاوراق دلوقتي عشان يقش في الكاميرون ان شاء الله. كنت امبارح طرحت على كضيف معانا برضو يعني هو صحفي برضه رياضي، وكنت بساله عن نقطه انا حابه برضه معلش اعيدها مع حضرتك عشان حابه اعرف وجهه نظرك. كنا بنتكلم عن فكره الانتقاد الشديد جدا لما بيكون في يعني مدير فني مصري، ولكن الانتقاد ده مش هقول بيختفي لكن بيقل بشكل كبير جدا حتى لو نفس الاخطاء بتتم من المدير الفني الاجنبي. تفسر ده بايه؟ يعني هو طبعا احنا
ده حقيقه، ده حقيقه، حتى على مستوى الانديه الجماهيريه الكبيره المدير الفني المصري يتلقى يعني انتقادات حاده جدا اذا لم يعني يوفق في مشواره. مره ما الكره فيها كده وفيها كده يعني، ما مش كلها على مسار واحد اكيد طبعا. فيعني المدير الفني المصري يعني مش واخد حقه كفايه الا فيما نظر، زي كابتن جره رحمه الله عليه وكابتن حسن شحاته. طبعا ربنا يديله الصحه. فبالتالي المدرب الاجنبي علاقته بالفرقه اللي هو بيديها كل خبراته في فتره قصيره. هل هناك بيبقى حسابات استاذ سامي برضو اخرى، يعني انتماء هذا المدير او المدرب لنادي معين مثلا ربما دلوقتي اصبحت مشكله، كان زمان ما شفناش مشكله زي وقت الجوهري وحسن شحاته، يعني هل دلوقتي في حسابات مختلفه؟ دي موجوده هنخبيها ليه؟ طب يعني ما كانتش موجوده زمان يعني، يعني النهارده مثلا اما كان كابتن لما الاعلام اختلف والمواقع يعني سبب الاعلام الاعلام والميديا والميديا مش ثقافه الناس هي اللي اتغيرت، الاعلام ثقافه الناس اتغيرت مع السوشيال ميديا اتغيرت كتير اجتماعيا وانسانيا وكل حاجه. فبالتالي النهارده حسام البدري ما اختارش سين تشوفي النهارده يبقى نقول دي لديه حسابات اخرى وحاجات يعني، ودي بتاثر علي. بينما الاجنبي ولا في باله يعني، الاجنبي مش في باله الكلام ده وشايف شغله بشكل يعني اكثر اريحيه عن المدرب المصري. وحتى لو معاه مصريين من مدربين مصريين بيساعدوه دايما الاجنبي اللي معاه نمره واحد، ده حقيقه يعني. هو احنا دايما ليه بنلجا يعني عبر تاريخ المنتخب ليه اغلب الاوقات بنلاقي ان المدير الفني اجنبي؟ هل هي عقده الخواجه؟ هل هو نقص في الكفاءات للمدربين المصريين؟ هل هو جايب فكر مختلف عن نوع الفكر اللي عند اي مدرب وطني؟ لا نمره واحد، انا عايز اقول ان المدربين المصريين لمنتخب مصر هم اللي حققوا نتائج افضل من الاجانب في تاريخنا يعني. كابتن جوهري وصل لمنتخب مصر كاس عالم ايطاليا 90، كابتن حسن شحاته فاز بلقب افريقيا 3 مرات ورا بعض. فبالتالي الرصيد موجود، بس لو توافرت الظروف الجيده مع اتحاد قوي داعم للمدرب الموجود. لما المدرب الاجنبي علاقته ايه؟ علاقته عقد يعني بالظبط كده، عقد وفق ما وفقش بالسلام. بتفرق كمان في الروح اللي هو بيأدي بيها، لان برضه في الاخر ده شرف وبلد وكذا، او انه اجنبي فمش فارق معاه كتير، المهم انه بيقضي الفتره بتاعته. بتفرق كمان في نوعيه اللعيبه اللي بتلقوا الرساله اللي حضرتك قلتها. يعني مهمه جدا يعني نوعيه اللعيبه اللاعبين الموجودين في كل جيل وبيتلقوا مثل هذه الرساله وتجاوبوا مع المدرب. يعني انا مش هخفي ان في بعض اللاعبين في منتخب مصر في الفتره اللي فاتت كانوا بيضايقوا حسام البدري. لا بس انا عندي نقطه اختلاف شويه، لا اختلاف في الراي ده. هل فعلا المدرب الاجنبي بيجي مش فارق معاه؟ اصل ما فيش يعني هو ده في السي في بتاعه، فما اعتقدش ان هي بتبقى مش فارق معاه. لا طبعا، انا اذكرت انا قلت اللاعبين من عدمها يعني، قلت انا الكلمه دي انا بعتذر عنها. فيعني لا انا مش فارق معاه على المدى الطويل يعني، ايه هو بيبذل جهده وعمله ويشتغل. لما دي قصه نجاح او فشل دي بتضاف للسي في بتاعه يعني. ما فيش حد بيقف عند الحته دي قوي يعني. انا سامع حضرتك ايه؟ ما فيش حد بيقف عند الحته دي قوي يعني، حته ان خاصه هنا يعني، ممكن في اوروبا ممكن جايز. لما طبعا رصيده نجح اهلا وسهلا، ما نجحش بيروح يشوف حته ثانيه. بس النقطه اللي بتقولها نهاوند برضه هي منطقيه قوي يعني، ما فيش حد بيسعى للفشل بطبيعه الحال. لا ما فيش حد بيسعى للفشل، وخصوصا لما يكون مدرب عنده خبرات وراجل مخضرم وله تاريخه. يهمه جدا ان وجوده في اي مكان يمثل اضافه ملموسه للكل. طبعا هو ده المدرب المخلص بقى يعني، اذا كان عنده قدر من كبير من الاخلاص زي ما كان منه والجوزيه موجود معانا. هو كان فيه زي ما نقول طبعا في الاهلي يعني، كان الدنيا على اعصابه يعني، ده يعني الدنيا كلها على اعصابه، عايز الاهلي ينجح على النهارده وبكره وبعده وهكذا. طبعا دي مهمه جدا عند كل مدرب يعني، سواء محلي او اجنبي. لما طبعا يعني هو الاجنبي بالذات يعني بيتعامل يعني ان هو عايز ينجح، وربما شايف ان في عوامل مش هتنجحه،
فعقده ينتهي بالسلامه، وكان له شرط جزائي بياخده، والسلام عليكم. وعقده بينتهي واحنا كمان وقتنا للاسف بينتهي في الفتره دي، يا دوب نلحق نشكر حضرتك على وجودك معانا. الله يخليك وشكرا جدا. وقتنا يا فندم والله. انا اكثر والله سعيد باللقاء ده، واشوفكم قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فاصل سريع جدا ونرجع بقى للسوشيال ميديا وسؤالنا النهارده عن الاهداف والتوقعات بعد الفاصل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده لاخر جزء بقى في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي، حيث تعليقات حضراتكم ردا على سؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقتنا النهارده، توقعات حضراتكم للقاء مصر والجزائر، الماتش هيخلص كام كام، ومين اللي هيسجل الاهداف؟ نبدا يلا جوائز. محمد النادي 2-1 لمصر بس ما قالش مين اللي هيسجل، وفورزا اهلي 3-2 لمصر بس برضه ما قالش مين هيسجل. حسين السويفي قال 2-0 لمنتخب مصر، عمرو السوليه ومحمد شريف، ومحمد مجدي بيقول فوز مصر 4-0 واللي هيسجل شريف هدفين ومصطفى فتحي هدف والسوليه هدف. ماشي. اسلام مهني 2-1 لمصر والقضيه ممكن. محمود احمد فوز مصر 2-1 شريف وزيزو. واحمد طه التعادل السلبي. ليه كده يا احمد يا طه؟ ليه كده؟ ربنا ما يجيب تعادل سلبي. لا ربنا ما يجيبهاش. حسن عبد الكريم بيقول 3-1 لمصر، حسين فيصل، مروان حمدي، ومحمد شريف. وليد ناصر بيقول 1-1. خالد النبهاني المرواني بيقول 3-1 للفراعنه. محمد سالم هيبه بيقول فوز مصر 2-0. محمد مرضي فوز مصر 2-1. السلطان فوز مصر ان شاء الله ما حددش. طيب طارق اسماعيل فوز منتخب مصر 2-0 ان شاء الله. اوكي. الروبي الرايق بقى بعت وقال لك ايه؟ قال لك بثق في توقع نهاوند وبضم صوتي لصوت توقعاتي. طب انا ما تصدق ممكن في النهايه، في النهايه النهارده هقول توقعاتي. ماشي يلا. احمد عبده بيقول 2-2 شريف ورفعت. مصطفى رضا بيقول 2-1 لمصر. طيب شاكر محمد ان شاء الله باذن الله الفوز منتخب مصر 2-0، محمد شريف واحمد رفعت. محمد علي 3-0 ان شاء الله، قفشه وشريف واكرم. فارس القاضي بيقول مصر ان شاء الله هتفوز 3-1، محمد شريف وزيزو. محمد عبد الراضي بيقول ان شاء الله 3-1 شريف مصطفى فتحي السوليه. محمود الشقره 3-1 لمصر. يا ريت والله يا ريت. ورانيا بتقول ان شاء الله الفوز للمنتخب الوطني بنتيجه 2-0 وشريف هيجيب الهدفين. الله عليك يا رانيا. السيد البنا فوز مصر بهدف نظيف لمحمد شريف. ومروان ساهر 2-1 لمصر، شريف وقفشه. عبده سيد بيقول في الاول وفي الاخر الكوره بتتلعب عشان تجمع الشعوب وتقرب. أيوة. المسافات وتزيد العلاقه محبه ما بين الشعوب، وبطوله كاس العرب خير دليل على كده. كل الاحترام لشعب الجزائر، وطبيعي يبقى في تحفيل سواء هنا او هنا، وهي دي طبيعه الكوره، وزي ما بيحصل بين اي منتخبين في العالم او اي فرقتين. وعثمان محمد بيقول ان شاء الله مصر تكسب. عثمان محمد طيب نروح بقى كده. علي بقى حسين 2-0 لمصر. ابو ياسين 2-2. ليه كده؟ ليه كده؟ لا لا بلاش دي. ابو كريم عبده 2-0 للجزائر. معقولة؟ لا وحشة دي. ياسر البهيدي بقى عوضها لك، قال لك إن شاء الله مصر تفوز 4-0. 2-0 ليه كريم؟ أبو كريم ليه كده؟ طيب نختم بتوقعاتي. يلا أنت تقولي إيه؟ لازم أركز بقى. على فكرة ممكن أقول حاجة والله، أنا جت ثلاث مرات توقعت. أيوة صح ورا بعض. أيوة صح. أنا عشان اتفاجئت مش عارفة، بس أنا حاسة الفرق هيبقى يعني جول بس أو هدف بس، ربما الجزائر تحرز برضو هدف بس. يعني الفرق يعني إحنا هنفوز 2-1 مثلا، 3-2، 2-1 حاجة زي كده. أوكي. إحنا هيبقى فايزين بجول واحد. ربنا يصلح الأحوال أيا كانت النتيجة. أيا كانت النتيجة إحنا بنشكر حضراتكم على متابعتكم لحلقة النهاردة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وحلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليكم.